وسهلا فيكم وكل عام وانتم بألف خير بأول حلقة من حلقات برنامجنا إفطار بالدار معي أنا حنين بقعين وبرضه راح ترافقنا الشيف ريهام بطراوي. طبعا برنامج إفطار بالدار فيه عدة أشياء راح تستفيدوا منها. الشيف ريهام بطراوي راح تعطيكم معلومات ووصفات مهمة لكل ست بيت، وبنفس الوقت في عنا حزيرة اسمها شو عاملين اليوم. هاي الحزيرة أنا بعطيكم مكونات طبق معين وانتو بدكم تحذروا شو اسمها، ورح يكون معاكم لآخر النهار لحتى تجاوبوا على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتنا أكيد الخاصة بمزاج أف أم. وبرضه احنا بنتواصل معاكم وكل الأشخاص اللي بجاوبوا صح بفوتوا على السحب معنا، السحب بفاوتشر بقيمة 20 دينار مقدم من أسواق الفريد. طبعاً أسواق الفريد اللي بتلاقوا فيه كل المكونات اللي بنحكي فيها ببرنامجنا إفطار بالدار. شو عاملين اليوم؟ اليوم عاملين حلو زاكي ومعروف، كيلو طحين، نص كيلو سمنة حلويات، نص كاسة سكر بودرة. حطينا السمنة والسكر وخفقناها منيح، بعدين ضفنا الطحين بالتدريج وخلطنا، بعدين عملناها على شكل حرف S بالإنجليزي وزيناها بحبة فستق حلبي على كل قطعة وبالفرن لمدة 15 دقيقة وهيك صارت جاهزة. احذر شو عاملين اليوم. شو عاملين اليوم؟ كل الأشخاص اللي جاوبوا صح على الحزيرة رح يفوتوا معنا على السحب، وأكيد بكرة رح نعلن عن اسم الرابح اللي فاز معنا لليوم. هلا خلينا ننتقل للشيف ريهام بطراوي ونشوف عن التمر شو رح نحكي. وهي الشيف ريهام بطراوي صارت معنا، أهلا وسهلا فيكي وكل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير وشكرا على الاستضافة الحلوة ورمضان مبارك على الجميع، إن شاء الله ينعاد عليكم الصحة والعافية. آمين يا رب علينا أجمعين. اليوم عن شو رح نحكي؟ رح نحكي عن التمر اليوم بما إنه رمضان وفوائده طبعاً وإيش ممكن نعمل منه. طب هلأ كتير ريهام الناس بيعرفوا إنه التمر أهم إشي إنه هو بيعطي طاقة، تمام؟ فأنتي رح تعطينا وصفة للتمر ونصائح أكيد. نعم. طب قبل ما ننتقل للنصائح شو رأيك نعطيهم الوصفة اللي محضرتين لنا إياها؟ طبعاً أوكي ولا يهمك. هلأ هو في وصفتين يعني وصفة عن قهوة نوى التمر، النوى يعني من جوا إنه برضو نقدر نستخدمه يعني عرفتي، ووصفة تانية اللي هي كرات التمر على أساس إنه هي مفيدة لما تتاكل الصبح، وفي كتير ناس مثلاً ما بيحبوا يأكلوها لحالها، ف يعني دخلت فيها مع جوز هند ومع سمسم محمص يعني هيك. فبتحبي قهوة نوى التمر أول؟ يلا. هلا هي مش يعني وصفة، هي بس يعني هي أساسها النوى أوكي، بس إحنا بنقدر نستخدمه لأنه هو بديل صحي للقهوة العادية لأنه يخلو من مادة الكافيين. نغسل نوى التمر ونتخلص من الشوائب كلها، وبعدين ننقعها بالمي لمدة يعني ممكن تكون يعني يومين خلينا نحكي عشان نتأكد المي دافية أو يعني مش دافية، سخنة فاترة خلينا نحكي، وبعدين بنجففها 4 أيام لـ5 أيام وبعدين هيك بنحمصها وبنطحنها، بتصير زي القهوة العربية يعني. نقدر وقتها نغليها مع المي ونضيف الهيل أو الزعفران أي إشي عشان نضيف نكهة مميزة لها. يعني أنا لأني أنا مثلاً بحبش أرمي إشي بال صح يعني وتعد يعني هي بديل صحي خلينا نحكي للأولى. تعرفي ريهام أتوقع هلأ كثير من الأشخاص يمكن أنا أول مرة بسمع عن هذا النوع من القهوة، وبنفس الوقت إحنا دائماً برمضان منتجه لطرق القهوة، مثلاً القهوة سادة، القهوة بهيل وإلى آخره، يعني أنا مش كتير شاطرة بالقهوة، لكن هاي طريقة جديدة ممكن إحنا عن جد نستفيد منها برمضان، خصوصاً إنه بيكتر أكل التمر برمضان ريهام. نعم طبعاً لأنه فوائده كبيرة، هلأ بنرجع يعني فوائده ومهمة وأصلاً يعني سنة وصانا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني كمان شجرة التمر يعني النخيل خلينا نحكي هي ثمرة أصلاً وصيفية تعد فاكهة صيفية. بس هلأ
اوكي هلا كرات التمر بسموها ترافلز، يعني هاي الحلوه برضو انه ما فيها جلوتين ولا اي شيء من مشتقات الالبان والاشبان، يعني يعني الا اذا حدا عنده حساسيه من السمسم او يعني زيت السمسم طحينه يعني ما ياكلها، يعني ما راح يقدر، ممكن يعملها بالعجين العادي. تمام اوكي هم يعني ممكن عجينة التمر أو تمر مقيوم منه النوى، يعني واحدة من الثنتين. أوكي بتنحط معها قولي 12 حبة تمر، خلينا نحكي مقيوم النوى مع معلقتين طحينية أو طحينة يعني، وشوية هيل يعني نص معلقة هيل بس عشان نكهة، بيعطي نكهة كتير. هيل مطحون بالضبط أكيد. نعم بعدين بنعملها عجينة بنخليها تفوت الثلاجة هيك ساعة زمن للنكهة تخلط مع بعضها. بنمسكها بنكورها بنعمل كرات صغيرة يعني منها بس. أوكي هلأ أنا بكون محضرة 4-5 صحون، إشي فيه سمسم محمص، إشي فيه جوز هند، يعني إشي فيه قهوة، عرفتي يعني قهوة عادية، إشي فيه بندق، أنت إيش بتحبي عرفتي. وهدول الكرات أوكي بعد نرجع ندخلهم بالثلاجة عشان يمسكوا منيح، وبعدين نخلطهم مثلا بالسمسم، نحط هيك يعني نخلطها بالسمسم، بنخلطها بجوز الهند، كل واحدة يعني كل كرة بنحط لها طعمة. فالصبح برضه لأنها مفيدة، وإنه بقول لك إنه يعني الموصف بها إنه تاكلي 3 حبات الصبح يعني. صحيح. أوكي بتقدر تاكلي منها تغيير طعمتهم كمان يعني، وزاكية ومفيدة وصحية وما فيها أي إضافات، يعني هاي ممكن طريقة إنه تعملها أسهل من أي وصفات وفاف بيستري، يعني هذا إشي مفيد للجسم وبأي وقت ممكن إنه الواحد يأكل يعني بفضل الصبح. ومفيدة يعني معروف عن التمر قد إيه اللي هو مفيد للصحة وقد إيه بيمد الجسم بالطاقة خصوصا بفترة شهر رمضان المبارك. بتعرفي إيش كمان ريهام؟ إنه كتير في من الأشخاص بيستغلوا فترة رمضان إنهم يحافظوا على وزنهم أو يعملوا مثلا يعني زي رجيم خفيف عشان يقل من وزنهم. هذا الوصفة الحلوة اللي نحكي تمر الكرات التمر ممكن فعليا ان هي ما تزيد من وزنهم. للأشخاص اللي بيحبوا الحلو بيقدروا يستفيدوا من هذا الحلو مثلا بياكلوا كبديل، لان دائما التمر يعني بيتاكل كبديل صحيح للحلويات. طب احنا هيك اعطينا ريهام وصفتين هيك لطيفين خفاف سهلين سريعين لكل الاشخاص اذا حابين يشكلوا وينوعوا بفتره رمضان. خلينا نسال شغله، في عندي سؤال. هلا المتعارف عليه انه كتير التمر بيدخل بالحلو تمام؟ نعم. هل برضه في له جانب للطبخ مثلا للطبيخ؟ اكيد كتير سؤال مهم. الناس لانه التمر حلو ففكروا انه ما بزبط يعني مع الـ 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 الأكلات الساخنة، خليني مش حلويات يعني طبق. نقدر إحنا يعني عارفة قدي بسيط الموضوع إنه نحطه على سلطة بيعطي يعني حلاوة، إذا خصوصاً إذا مع خلو ليمون الدريسنج أوكي التتبيلة، يعني ممكن نحط عليها التمر هذا بحلي أوكي هيك نرشها رش على السلطة. ممكن نعملها مع السمك، دائماً الهنود يعني خصوصاً بالهندو يعني بيستخدموا التمر الهندي بطبقات وبيستخدموه كثير، ومع السمك ممكن مع اللحمة بطريقة الطهي الطويلة، خلينا نحكي سلوكه بطيئة على درجة حرارة يعني واطية، ممكن نعملها مع اللحمة صوص أو يعني عارف كيف. وغير إنه أصلاً هي بتتاكل هيك فرش، في ناس طازة يعني في ناس بيأكلوها مع رشة كمون، في ناس بيحشوها يعني عرفتي. ممكن نعمل منها عسل أسود اللي هو دبس التمر يعني يسموه عسل أسود. نعم ففي كتير نعم هو مش ضروري بس حلويات، وهي دائما إحنا نحاول نأكل الإشي أهم إشي بموسمه. طب ريهام خلينا نحكي هيك نصيحة منك عن موضوع التمر للأشخاص اللي يمكن بيكونوا نحكي أكتر إنهم مش عارفين مواضيع معينة حول التمر، عندك نصيحة؟ عندي نصيحة، يعني أنا بفضل برمضان مثلاً عشان بما أنه عصفرة رمضان التمر يتاكل أول إشي مع شوية مي، لأنه التمر أول إشي بيعوض الجسم عن كل السكريات اللي نقصت بجسمه والطاقة اللي في الجسم عشان الصائم يعني. وبعدين غير هيك وأهم من هيك إنها بتوفر يعني سهولة الهضم التمر عشان الصائم ما فجأة تتعبه معدته أو كذا، فهي يعني سبحان الله إنه
امتصاص الصائم للأكل بعد هيك بكون أحسن، عشان بيساعد بعملية الهضم. لأنه بعدين يعني التمر فيه كتير بوتاسيوم نسبة كبيرة يعني، فهو أصلاً بيخفف من شعور الصائم بالعطش. يعني عرفتي عليك بضايم معه فترة طويلة وكذا، ولأنه بيشبع وألياف ومضادات الأكسدة عالية جداً فيه، تعزيز صحة القلب. فأنا بصراحة ثمرة التمر أنا بنصح، لأنه فيها كتير فيتامينات ومعادن مهمة، تتاخذ برمضان أول إشي وبعدين مع المي يعني، وغير رمضان الصبح 3 حبات بيخلي الواحد اصلا لو راح الشغل ان شاء الله بس تفتح الدنيا ما يقعد ياكل شيبس وهاي الوجبات اللي مش مفيده بالضبط. بالضبط، وهي بتعدل يعني كمان السكر في الجسم. ف إن شاء الله أكون فتكم يعني التمر. يعني أكيد أكيد ريهام، إنه شكراً كثير على المعلومات اللي قدمت لنا إياها، يعطيك ألف عافية. طبعاً ريهام بطراوي رح تكون معنا كل يوم عشان تعطيكم مواضيع جديدة، وصفات جديدة، كمان معلومات يمكن إحنا ما بنعرفها تفيدنا وتفيدكم. استنونا بكرة كمان بحلقة ثانية. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا أكيد. وزي ما قلت لكم كل يوم عنا مواضيع حلوة بتهمكم، وبنفس الوقت عنا جوائز وحزيرة ولا أروع. استنونا بكرة بنفس الوقت معي أنا حنين بقاعين. باي باي.